شخصيا افضل صراحه انه يكون رئيس الوزراء عندنا انثى مش ذكر. واذا بنشوف تجربه العالم الغربي خلينا نحكي من ايام مارغريت تاتشر لليوم، في قوه عند العنصر النسائي اللي بخليهم عندهم مرات قدره ترتيبيه اكثر وقدره عمليه اكثر من الزلام. وصراحه مر علينا كثير رؤساء وزراء ذكور، فاعتقد انه حان الوقت لتغيير ممكن يكون ايجابي جدا للبلد. راح يضل نفس ما هو الحكي، مش بالاشخاص، هي بالوضع الراهن، فسواء شب سواء بنت سواء ختيار راح يضل الوضع نفسه. والله احنا بالنسبه لنا كشعب عربي شوي صعبه انهم يشوفوا امراه انها قياديه بمنصب رئيس وزراء، يعني شوي بدنا وقت احنا لما نوصل لهي المرحله. فحاليا مع المشاكل الموجوده حاليا فحتكون الامور صعبه يعني. لا طبعا، لان خلاص المراه لها دورها، الرجل له دوره، الرجل عنده سلطه وقياده اكثر. دائما المراه عاطفتها هي اللي بتتحكم فيها بالاغلب. هو لو احب كلهم نفس الشيء، كله نفس الشيء، ولا وجه بتغير ولا نفسيه بتتغير، كله بالهب. راح يظل هو ما راح يصير في فرق بالمره يعني، سواء بنت او شاب يعني هذا الشيء. لا هو اذا خشت بنت كمان مره بنتدمر بزياده. والله احنا جربنا الرجال بفتره طويله، ممكن المراه يكون على ايدها تغيير، وفي مقوله بتقول وراء كل عظيم من امراه، ممكن يا اما نرجع ورا يا اما بنتقدم لقدام. بالعكس يعني على التجارب اللي شفناها وللي عم نشوفها، قاعدين بنشوف شخصيات احنا ما كنا نشوفها من قبل، بتعطينا بالعكس دافع لانه نكون احسن وافضل. وهي شخصيات يعني كثير بنشوفها ولها قياد اكثر من الرجل. يعني هلا في مجتمعنا هاد الرجل والمراه على ما اتوقع نفس الشيء.